من صنعاء تتمثل في كمال حيدرة وهو أحد ناشطي شباب الثورة. كمال حيدرة، يأتي المفادون ويغادرون، يناقشون ثم يعودون بلا شيء بخفي حنين. كيف تنظرون أنتم إلى المستقبل في ظل هذا الانسداد؟ طبعا هذا هو ما دأب عليه النظام مع المجتمع الدولي، وما يجب أن يعرفه المجتمع الدولي أنه لا شيء مع هذا الرجل ومع بقايا عائلته أو أبناء عائلته. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بدل أن يلقي باللوم ويقول يجب على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم. أعتقد هذا الكلام يعني اللي سبقا سمعناه لا يفي بالغرض. نحن هنا في الشباب في الساحة متحملين مسؤوليتنا طوال 8 أشهر أو 9 أشهر، يعني متحملين مسؤوليتنا لأننا نعرف أننا نواجه يعني رجل لا لديه أي ذرة من المسؤولية أو الوطنية أو الأخلاقية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته هو، وأن يتوقف عن ممالأته ومناصرته لهذا الرجل وعائلته، وأن يعمل وأن يكون هناك قرار حقيقي في المجتمع الدولي أو من المجتمع الدولي بإيقاف هذه المهزلة التي تجري الآن. أن يأتي مبعوث ويرحل مبعوث آخر هذا شيء ممل يعني. نعم. من المفترض أن نرى شيء يلامس الواقع، من المفترض أن يخرج المجتمع الدولي عفوا من دائرة الشبهة في ممارسة ما يمارس أو فيما يمارسه في اليمن، وأن يتحلى بالضمير بروح العالم الحر، لأن هذا إن لم يكن لديهم أي موقف يعني صريح وواضح فإنه سيجعلهم أمام أو طائل تحت طائلة المحاكمة التي إن لم تكن تجري تحت مؤسساتهم الدولية أو تحت بنود مؤسساتهم الدولية ستجري في ضمير كل إنسان حر في العالم. أنتم أيضا تتحملون مسؤولية وعليكم مسؤولية، غدا تقولون بأنكم ستصعدون ستخرجون في مظاهرات حاشدة، ولكن السؤال هنا إن كنتم ستظلون معتصمين في الساحة أم ستخرجون إلى شوارع أخرى وتتجاوزون الحدود التي وضعتها قوات صالح؟ بالتأكيد التصعيد لن يستمر في الساحات، لا تصعيد في الساحات أبدا، التصعيد سيستمر وسينطلق في أفاق أرحب في خلال الأيام القليلة. أعتقد في ظل هذا الوضع الذي ذكرته سابقا وفي ظل ما يخطط له النظام، طبعا أحب أن أوضح لكم أنه خلال اليومتين أو اليومين الماضيين تم توجيه الدعوات إلى أهالي الحصبة واليوم و يعني الحصبة وبعض المناطق المحيطة بالساحة لإخلاءها. طبعا في مثل هذا الوضع الذي يدل على نية ضربها أو يعني الضرب على هذه المناطق، طبعا الشباب سيستمرون في التصعيد ولن يبقوا في الساحات، سينطلقون نحو أو ستكون الأيام القريبة حاسمة. وندعو كافة فئات الشعب اليمني، الأمر لم يعد متعلق بالشباب الآن، الأمر متعلق بكافة فئات الشعب اليمني وفي الجهات المناصرة للسواء السياسية. لكن بالنسبة إليكم أنتم أيضا يجب أن يكون لهم موقف أكيد. كمال، هل تقبلون بحل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية؟ يا عزيزي الشباب في الساحات أعطوا الفرصة كاملة للسياسيين في ممارسة عملهم. نحن كان لنا موقفنا الواضح والصريح من المبادرة الخليجية عندما صدرت أو عندما جاءت من قبل مجلس التعاون الخليجي، كان موقفنا رافض لهذه المبادرة لأنها لا تحقق الحد الأدنى من المطالب للشعب اليمني. طيب سؤال أسألك يعني هذا السؤال لكي أعرف موقفكم إذن كيف سيكون. نعم. من أحزاب المعارضة لو وافقت وقعت، لكن هذا الشيء لم يحدث. أنا لا أقول الآن أننا طبعا قلت لك أننا قد أعطيناهم الفرصة الكاملة لأن يكون هناك حل، أي حل، لكن الشباب الآن في ظل ما يستمر هل من المفترض أن نكون طبعا أي حل؟ هذا لا يعني أننا وصلنا إلى حالة الملل أو اليأس وأنه بالإمكان أن نسلم بأي شيء. لا بد من محاكمة القتلة الذين يقتلون الشباب اليمن والذين يقتلون مش فقط الشباب في الساحات، يقتلون الشعب اليمني بكل فئاته. في ظل الوضع الحالي الشعب اليمني لا بد أن يحاكم هؤلاء. نحن لا نقول أنه ليس هناك أننا سنظل في هذا الشكل، يعني لا يجب أن يكون هناك حل، يكون هناك حل يحقق مبادئ وأهداف الثورة. لا يجب أن نتوقف أو يتوقف السياسيين عند هذا الشيء الذي لم نعد نعرف ما هو. يعني يجب أن يكون هناك حل ويؤكد على حقوق أو على أهداف الثورة، وأن الثورة لابد أن تمضي في طريقها المحتوم الذي خرج من أجله الشباب وقتلوا الشباب وفئات الشعب اليمني أو معظم أو من شرائح الشعب اليمني. لابد أن تحقق أهداف الثورة بأي شكل من الأشكال. شكرا لك كمال حيدر، أحد ناشطي شباب الثورة من صنعاء. شكرا لك.